قريش قبيلة وفيها أفخاذ، ومن أكبر أفخاذ قريش عبد مناف اللي تجمع بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم اللي هم قوم كما يقال أبي جهل وخالد بن الوليد وكذا، هذا أقوى فخذين في قريش. هناك أفخاذ أخرى، عدي، أسد، عبد المدان، تيم، سهم، يعني أفخاذ كثيرة في قريش، لكن هذول أكبر فخذين، لذلك هم اللي كانوا يحكمون قريشا. وإذا كان عبد المطلب هو سيد قريش، لما مات عبد المطلب صار أبو جهل، لما مات أبو جهل صار أبو سفيان، كله يا من عبد مناف يا من بني مخزوم.